زمن احتلال الاتحاد السوفيتي لأفغانستان فئة مؤمنة، إلا أنه كان هناك دعم غربي ودعم الدول العربية والإسلامية، قتال الأول ضد الاتحاد السوفيتي. النموذج الثاني الذي عايشناه في السنين الأخيرة هو حلف الناتو، أقوى قوة عرفها العالم المعاصر هي حلف الناتو بقيادة أمريكا وهزيمتهم في أفغانستان. ولكن أشرف غاني الرئيس ديال أفغانستان هرب. من يوم قال بوش لابن سنهزم طالبان، فرد عليه الملا عمر رحمه الله بجملة واحدة، قال لقد وعدنا بوش بالهزيمة ووعدنا الله بالنصر. قلنا بأن الله تعالى يقول في آخر سورة: فأراد أن يستفزهم فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعدها، أي من بعد موسى، هنا كتبدأ الإفساد الثاني، من هنا انطلاق الإفساد الثاني بني إسرائيل. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي الأرض مشتتين فيها، وقطعناهم كما جاءت في آية أخرى وقطعناهم في الأرض أمما. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، والدليل هو تتمة الآية: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. واللفيف من الناس هم المجتمعون من قبائل شتى، كلها من جاي كما جاء في الآية: وجنات ألفافا، أي ذات غصون من أشجار مختلفة، وكيطلقوا ديك الغصون الأغصان. وجنات ألفافا جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه، أي هذا القرآن، وما فيه من قضاء الذي قضى به ربنا سبحانه وتعالى، وهو أنه قضى لبني إسرائيل في الكتاب: لا يفسدن في الأرض مرتين ولا يعلن علوا كبيرا. وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، أي على أرض الواقع، تصديقا لما أخبر به ربنا في أول السورة. وأن أول السورة تبين لنا بأن الله تعالى قضى لبني إسرائيل بأنهم سيدخلون المسجد الأقصى. وقيل أن أحد الصالحين لما دخل اليهود إلى بيت المقدس سجد لله سجودا، فقيل له: يا شيخ، لقد دنس بنو إسرائيل اليهود المسجد الأقصى وأنت تسجد لله تعالى. قالت: سجدت لله تصديقا لوعد الله، لأن هذا القضاء وأن هذا الوعد فيه وعدان: وعد بالمجيء لبيت المقدس، ووعد بالهلاك في بيت المقدس. تحقق الأول ونحن على وشك أن نرى الثاني رأي العين بإذن الله تعالى، إن طال شيء من العمر سنشهده بإذن الله تعالى. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. قال المفسرون الأوائل يعني القرآن الكريم، طبعا والقرآن الكريم يحتوي على هذا، على هذين الإفساد، على هذين الإفسادين طبعا. وبالحق أنزلنا وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا رحمة إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله، قال بالمفسرين أي أهل الكتاب، ولكن الله تعالى لما
يذكر أهل الكتاب يسميهم دائما في القرآن الكريم، دائما يربطهم بأهل الكتاب. وقال الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وهنا سبحان الله واحد ارتباط عجيب بين الإفساد الأول والثاني. الله تعالى لما ذكر الإفساد الأول ماذا قال؟ بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وفي الآخر يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. الإفساد الأول ذكر الله تعالى وكان وعد ربك مفعولا، والإفساد الثاني والآخر ويخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هنا هذا السجود هو دلالة، يعني فيه واحد دلالة جميلة، وهي أن الإنسان غالب ما يسجد لشيء يفرحه. يعني كيف راح تسمع واحد خبر مفرح فيسجد، وخاصة لما يكون هذا يعني الخبر مستحيل الوقوع وكيكون صعب المنال، فيسجد للإنسان سجود شكر على هذه النعمة التي من الله بها عليه هذا العبد. فكذلك الفئة المؤمنة التي تؤمن إيمانا جازما بأن الله تعالى أخبر بأن بني إسرائيل سيحتلون بيت المقدس وأنهم سيهزمون وسيقتلون في بيت المقدس فينتظرون ذلك اليوم الشبه المستحيل. وهنا تذكرت، يعني سأضرب لذلك مثلا في السلف الصالح وثلاث أمثلة في زماننا. مثال أول في زمان النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الحشر، ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة الكرام؟ هذه يعني سيد البشر معه أفضل خلق الله بعد الأنبياء، قال لهم ماذا؟ ما ظننتم أن يخرجوا وهم اليهود وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين من بعد فاعتبروا يا أولي الأبصار. أقيسوا استفيدوا خدموا شوية العقول لكم فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا النموذج السلف الصالح بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك ثلاث نماذج، واحدة أقوى من الأخرى. زمن احتلال الاتحاد السوفيتي لأفغانستان، فئة مؤمنة إلا أنه كان هناك دعم غربي ودعم الدول العربية والإسلامية قتال الأول ضد الاتحاد السوفيتي، فكانت هزيمة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان شر هزيمة. مباشرة بعد خروج الاتحاد السوفيتي من أفغانستان تشتتوا إلى دويلات فأصبحت روسيا. النموذج الثاني الذي عايش في السنين الأخيرة هو حلف الناتو، أقوى قوة عرفها العالم المعاصر هي حلف الناتو بقيادة أمريكا وهزيمتهم في أفغانستان. كنا كنشوفوا ذلك الذل الذي أصاب أمريكا وحلفائها وعبيدها داخلها. فما حدث يعني في أفغانستان هو شبيه بما حدث لبني قريظة، يعني كتحس بديك وقذف في قلوبهم الرعب، مع أن طالبان اتفقت مع أمريكا ما يدخلوش الكابول، ولكن أشرف غاني الرئيس ديال أفغانستان هرب
قام الطائرة وهرب، ولاو الجنود كيحيدوا حوايجهم وكيهربوا. فاضطرت طالبة باش تدخل باش الأمن باش ما يتبقاش تكون هناك سرقات وقتل ونائب إلى غير ذلك. فهم براسهم طالبان تعجبوا كيفاش 11 يوم كيسيطروا على أفغانستان بأكملها. مسألة وما النصر إلا من عند الله. وكنا ولا فخر بفضل الله، كنا على يقين بأن الطالبان ستعود للحكم. من يوم قال بوش لابن سنهزم طالبان، فرد عليه المولى عمر رحمه الله بجملة واحدة، قال لقد وعدنا بوش بالهزيمة ووعدنا الله بالنصر، فسنرى أي الوعدين سيتحقق. لكن ما طولش مع هدرة كثير. هنا عرفنا بأن الناس لهم صلة بربهم، وكيعرفوا بأن الذي ينصر ويعز ويذل هو الله تعالى. ما عليك إلا أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على رب الأسباب. هذا النموذج الثاني. النموذج الثالث وهو مبهر كذلك هو ما يسمى بطوفان الأقصى. ما كيش فينا اللي كان كيتخيل هاد العملية اللي داروا أهل غزة ونكلوا باليهود، ولو هناك دماء أطفال ونساء وأبرياء، هذه سنة الله تعالى، سنة الله تعالى، سنة التدافع. ما يمكنش نبدأ من ضحايا. الحمد لله أن ما كاينش السيناريو مع ماشي حد الدنيا، كاين تتم في الآخرة. هذا كما قال الله تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا الطوفان الأقصى في الحقيقة بيّن أمورا كثيرة، بيّن حقيقة الغرب وحقوق الإنسان وحقوق الحيوانات، وبيّن بأن بني إسرائيل هم الذين يحكمون العالم، حتى يتحقق قوله تعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال. يعني الاقتصاد العالمي معظمه اليهود هم اللي يتحكموا فيه، وحتى ذلك منظمة الأيباك اللي في أمريكا هي اللي تقريبا كتدعم رؤساء الأمريكيين، شكون اللي ينجح وشكون اللي يسقط إلى غير ذلك هم يهود. وأمددناكم بأموال وبنين. تقريبا جل الإسرائيليين كلهم مجندين، كلهم مدربين السلاح. وعاد كاين هناك مرتزقة كثر، غير فرنسا ديك خطرة كنت صنت شي منظمة كطالب الحكومة الفرنسية بأنها ديك 4000 مقاتل مشى كيدعم، 4000 فرنسي مشاو كيدعموا اليهود في فلسطين في غزة.